اللي فاتوا على كل مواصل المواقع الاجتماعيه والموقع الاجتماعي وابو تريكه وقصته الفتره اللي فاتت. طبعا ما فيش اعتراضات بشكل حاسم، يعني انا عندنا هنا ما بنعترضش طبعا على اي حاجه خاصه بالبلد وقرارات الدوله، ولكن يعني شفنا قد ايه في ناس متعاطفه مع ابو تريكه وفي ناس ضد او مع قرار الدوله. عايز اعرف رايكم في هذا الموضوع، ولانه ابو تريكه طبعا يعني قيمه كبيره جدا جدا ورمز من رموز الرياضه المصريه في ال 10 15 سنه اللي فاتوا، ده لا خلاف عليه، ولكن ما حدث او الاتهام اللي وجه لابو تريكه الفتره اللي فاتت؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البدايه كابتن، يعني انا عن نفسي او شخصيا مش بحب اتكلم في موضوع انا مش ملم بيه بقدر كبير، ولكن خلينا نقول من خلال تعاملي مع ابو تريكه حد محترم جدا، حد مهذب جدا، بيحترم نفسه قبل ما بيحترم اي حد، وعلى المستوى الأخلاقي والفني والجماهيرية والنجومية ما فيش بعد كده. ولكن أنا من وجهة نظري، يعني طالما حاجة قيد التحقيق المفروض نستنى يعني ونشوف التحقيقات هتقول إيه. وناحية تانية برضو، يعني الواحد بيحب أبو تريكة يعني بصورة كبيرة جدا، ولو بيحب أبو تريكة بدرجة 100% أكيد بيحب مصر بدرجة 1000000%. يعني دي وجهة نظري المتواضعة، لأن أنا مش ملم بالموضوع، ولكن مع احترامي طبعا لأبو تريكة قيمة وأخلاق وكل حاجة، ولكن من خلال التحقيقات لو في أي إدانة أو حاجة مع مصر بتهيألي مفيش تحيز لأي حد، حتى لو كنا بنعشقه وبنحبه. دي وجهة نظري، إن أنا يعني ممكن اختلف مع اي حد على اي حاجه او مثلا ابقى محايد في اي حاجه الا مصلحه مصر ومصلحه بلدي، ولكن لابد ان الواحد يشهد لابو تريكه بالاخلاق يعني بكل حاجه كويسه. الواحد ما شافش منه غير كل خير، ولكن حتى على المستوى الدولي، الاتحاد الدولي يا كابتن ما قالش من فراغ ما ندخلش السياسه في الرياضه، ما قالش اكيد مش من فراغ، اكيد الناس دي دارسه وفاهمه ان اي حاجه بتدخل في الرياضه بتبوظها. فاعتقد يعني هو ده السبب، يعني حتى النجوم الرياضيين مش لازم يعلنوا مواقفهم السياسيه، مش لازم حتى لو كان ليه موقف سياسي مش لازم يعلنوا، لان فعلا بتفسد. ولكن نجوميه ابو تريكه وحجمه وشعبيته خلت يعني مثلا حتى لو كان متعاطف قبل كده مع فئه معينه، ولكن اعتقد دلوقتي هو برضو حبه لمصر مفيش حد يقدر يزايد عليه. اكيد كابتن يوسف، رايك في هذا الموضوع؟ لانه الحقيقه يعني مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين اللي فاتوا مفيش كلام في اي موضوع غير موضوع ابو تريكه، واعتقد ان الموضوع مهم واراء الناس. يعني يمكن كابتن جوده قال نقطه مهمه جدا، انه طبعا طبيعي جدا انك تؤيد او تعارض، وده حق اصيل ليك او حق اصيل ليك من خلال مواقع التواصل، ولكن اعتقد انه دايما لما تحط ايدك على الموضوع او يحسم الموضوع بشكل نهائي يبقى رايك افضل ورؤيه اوضح. يعني شايف رايك في الموضوع ده؟ يعني انا تكملة لكلام الكابتن محمد، طبعا احنا زي ما قال الكابتن محمد قال نقطه مهمه، احنا ما فيش حد يختلف على امكانيات ابو تريكه، وكمان هو زي ما البلد اضافت له كتير، هو يمكن في مباريات منتخب مصر والبطولات اللي حصل عليها هو كان في واضح طبيعي، يعني اي حد بيلعب منتخب مصر بيزيد حبه للبلد واصراره. واعتقد كمان يا كابتن اشرف ان يعني ابو تريكه عنده من الذكاء والفطنه، وخاصه ان هو اتعامل مع جمهور كبير قوي، جمهور النادي الاهلي، وانا عارف يعني ايه لما لعيب كره يتعامل مع الجماهير واختلاطه بيهم وحبه ليهم. فانا اتمنى ان هو يعني الفتره اللي جايه دي بالذات كمان حته السياسه ان هي تبقى مرتبطه بلاعب كره قدم بتاخد منه كتير، ومع الوقت ممكن تاخد من شعبيته، لان مفيش حد عايز يزيد على البلد. معروف تماما ان رقم واحد هي بالنسبه لاي حد بلده ووطنه، وبعد كده ممكن يجي اي حاجه.